حاجه عنه برضه ممكن تتكلم معاه. يا عم ده هو الناس فين هنا بالظبط حضرتك؟ المهم انت عندك فضيلة الله يرحمه سيدي ابو سمر اللي هو سيدي عبد الله عبد الغني بني سمره البهنسي. اخذ العلم من علماء القاهره في العصر المملوك. اخذ العلم من علماء القاهره في العصر المملوك. تمام. ايه كرامات بقى؟ كرامات وبالصلاه على النبي في ناس هنا متبيت كل ليله. تمام؟ كل خميس. كل خميس. صباحيته يوم الجمعه. يعني مثلا لما يبقى تعبان اللي فيه مرض مزمن عجزت عنه الدكاترة يما يجي يتبرك بالمكان وبالله سبحانه وتعالى يعني يتبرك المكان ده بس إلا بركة بس ونعمة بالله. يعني الناس دي حضرتك بتخف فعلا الشافة ربنا سبحانه وتعالى لما يجي برضه ما يبقى مقتنع الشفة من عند الله سبحانه وتعالى بس ببركة المكان بس يعني الشفة الأول والآخر من عند الله سبحانه وتعالى بس ببركة المكان اللي هو فضيلة الله يرحمه السيد أبو سمر. تمام؟ يعني في ناس كتيرة متبيت هنا نماز صباحية الجمعة ليلة الخميس في الليل صباحية الجمعة ويعني في ناس كتير والله الحمد لله الشفاء ما يبقى ما عند ربنا سبحانه وتعالى على يد المكان دي يعني. ايه زي ايه امراض مثلا جت والناس خفت منها؟ يعني عندك في ناس لمؤاخذة ما يبقى عندها ولا اعوذ بالله جلطات وتبيت هنا يعني لمؤاخذة وبتبقى لمؤاخذة بمجرد ان هو يتوضى ويصلي ركعتين دي في المكان وبعد كده ينام يبيت لمؤاخذة يقوم تاني يوم يكون تمام خف الحمد لله رب العالمين. طب وغير الجلطات؟ يعني جلطات عندك لما حصوايا ناس مغزى عندها السكر ناس عندها الكلى يعني جميع الامراض المزمنة يعني وبالذات اكتر اللي هو يعني اللي عنده تخلف عقلي يعني مثلا في واحد مغزى ما يبقى مولود معاق بتاع ملبوس بتاع. تمام. ايه اللي بيحصل بقى للي عنده تخلف عقلي؟ يعني ما يبقى الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى بيخف يعني حد ما عنده تخلف عقلي يطلع عاقل بعقله بيخف الحمد لله ربنا. الرسول عليه افضل الصلاه وتم السلام قال شفاء امتي في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل والكي وانا امتي عناه عن الكي يعني يا اولاد تلاشوا الادويه الصحيه ليها اثار جانبيه. قصدك الادوات الطبيه؟ الادوات الطبيه ليها اثار جانبيه. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان كل ليلة الإسراء والمعراج كل ما يعدي على ملك من الملائكة في ليلة الإسراء والمعراج يقول أؤمر أمتك بالحجامة أؤمر أمتك بالحجامة. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام السلام الملائكة كانوا يقولوا أؤمر أمتك بالحجامة الأمراض المزمنة والعياذ بالله السكر مش لاقي له لحد وقت علاج الفيروس مش لاقي له علاج الفيروس سي الكبد الضغط العالي كل دي أمراض مزمنة والعياذ بالله وكل دي جانا من الغرب والله العظيم وكلكم والولادة القيصري ضم يدمر الصحة الولادة الكسر ده ما يحدد الناس. الرسول عليه السلام قال خد الولود خد الولود 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 من جيمة كام سنة الورا كان ما يحددوا الناس لي دلوقتي ما فيش تعديد ناس عشان تعديد الناس بقى تحددوا مين الجزارين اللي هم الدكاترة الأطباء الجراحين لما ياخدوا الواحد أنا معظم معاليش في اللفظ زي البهيمة ياخدوها زي قيصري يعلفوها من هنا ويجي يشقينها يا مؤاخذة الواحدة ممكن يجي لها نزيف داخلي في الرحم يعني الضرر كله جاي على المرأة ما يدمر المرأة وشكرا. أنا سمعت حضرتك إن لو حد عيان مثلا وعنده مرض بيجي بات هنا علشان أيوة سيدي أبو سمرة اللي بايت هنا كان عاوز عملية بيتعمل له عملية ربانية يعني هو اللي بيعملها له يعني بيخف من غير عمليه جراحيه؟ ايوه يعني لو حد مثلا عنده حاجه في ظهره وحاجه في رجله ايوه يعمل له عمليه. طب انت حضرتك شفت نماذج لحالات زي كده بنفسك؟ في ناس ايوه حصل لنا كتير يعني. طب قول لي على نموذج واحد او حاله واحده حصلت حضرتك متاكد منها وشفتها بعينيك. هو واحد سمعت برضو كان عيان شديد ويبيت هنا في المقام قام الصبح لقى العمليه اتعملت له ربان ولا جرح ولا خياطه ولا اي حاجه. هنا في مقام سيد ابو سمره سيد ابو سمره